هلو لويتي، اليوم درسنا للتمييز بين زايد وفور، شو الفرق بيناتهم. اول شيء ننتبه انه زايد مثل هون الجملة اشفوني زايد دراي يارن ان برلين، انا عايش منذ 3 سنوات في برلين. شو نميز هون بزايد؟ اذا نشوف الخط الزمني معنا اول شيء عليه هلأ، معنا عنا الاكس الان، واذا نشوف زايد هي بالماضي طبعا. بقى شو تعبر زايد؟ تعبر عن المدة من الماضي حتى الآن، يعني زايد بتعبر عن مدة زمنية، في عنا استمرار بالحدث من الماضي حتى الآن. أنا عايش منذ 3 سنين في برلين، يعني أنا من 3 سنين استأجرت والسنة لهلأ عايش، في عنا استمرارية بالحدث. هلأ منلاحظ فرق بينه وبين فور اللي هي في عنا حدث انتهى وخلص، اما الزايد هي عم تعطينا استمرارية من الماضي، مثل ما عم نشوف هون نقطة بالماضي لحد الان، وبجوز تستمر للمستقبل طبعا. اذا زايد بتعبر عنا عن استمرارية من الماضي حتى الان. اما اذا ننتقل على فور، ايش بين فور درايارن نخ برلين جتسوغن، انا انتقلت قبل 3 سنوات الى برلين. هون اذا بشوف خط الزمني معنا على اليمين هلأ الان، اما بالماضي معنا فور، في عنا حدث هو انه انا انتقلت الى برلين، غيرت مكان اقامتي، انتقلت الى برلين، شيء خلص. اذا فور هي بتعبرنا عن حدث في الماضي وانتهى. تختلف طبعا عن زايد، مثل ما شفنا انه هي زايد بتعبر عن حدث مستمر من الماضي لهلأ، اما فور هي حدث في الماضي وخلص. اما اذا بنشوف قواعديا، فور هي فيكسل بريبوزيسيون، يعني احرف جر المتغير اللي هي بتاخد اكوزاتيف اذا في عنا حركة، وبتاخد داتيف اذا في ثبات، مثل هون المثالين موضحين الشغلي. لوكاس جيت فور دين شرايبتش، لوكاس هو راح قدام المكتب، طاولة المكتب يعني المقصود فيها، فيها حركة. اما المثال الثاني جمعنا الداتيف لانه في عنا الثبات ما في حركة. لوكاس شتيت فور ديم شرايبتش، لوكاس هو واقف قدام طاولة المكتب او قدام المكتب، يعني مقصود فيها اكيد الطاولة يعني مو المكتب كبناء كامل. اذا فور هي فيكسل بريبوزيسيون، هني احرف الجر المتغيرة اللي هني بياخدوا اكوزاتيف او داتيف حسب معنى الجملة. إذا في حركة بياخدوا أكوزاتيف، وإذا في ثبات أو ما في حركة بياخدوا داتيف، هدول معنا فور. أما زايد هي عطول تجي مع داتيف، هي من أحرف الجر بالبوزيسيون اللي عطول تجي مع داتيف، مثل هون المثال زايد زاينر أنكونفت إن دويتشلاند إس دير ستودنت أوف فونونغ زوخه، منذ وصوله إلى ألمانيا يبحث طالب عن شقة. إذا هون مثل ما أنا ملاحظ زاينر معنا داتيف، بالإضافة لأنه زايد تجي مع أسئلة مثل زايد فان منذ متى، مثل زايد فان زنزي إن دويتشلاند، منذ متى أنت في ألمانيا؟ زايد سبتمبر 2012 من أيلول 2012. أو في لانجي بتعبر عن المدة أو الزمن، في لانجي فارتس دو شون هير، انت قديش لك نتر هوني؟ زايد من ديستنس اينر شتوندي، منذ على الاقل ساعة. مثل ما بتلاحظوا هوني كلها عم تعبر عن مدة من الزمن، شي بلش بالماضي وساته مستمر لهلأ، انه هو له نتر من ساعة لهلأ. ونفس الشي بالمثال الاول زايد سبتمبر 2012، انت كان هو السؤال من ايمت انت بالمانيا؟ قال له منذ ايلول 2012، يعني هو من أيلول لهلأ. وكمان نفس الشيء بالمثال بعده، مثل ما قلنا إنه من ساعة تقريبا لهلأ، في عنا استمرارية بالحدث من الماضي مستمرة لهلأ. أما فور مثل ما قلنا وشفنا بالخط الزمني، هي بتعبر عن حدث تم في الماضي وخلص في الماضي، ما في عنا استمرارية من الماضي إلى الحاضر. إذا هذه فكرة بسيطة لازم الواحد يفهمها، و مشان ما يخربط بالمعنى، ركزوا واحد يفهم الفكرة أكثر ما يركز كتير على القواعد، القواعد كتير مهمة، بس يفهم المعنى بشكل عام وكيف يستخدمه برأيي هذا هو الأهم.
وهيك مشاهدينا خلص الدرس تبعنا. كان في درس تاني عن الفرق بين فور وفير، اكيد حضرانينه، هو درس قديم فيكن ترجعوا عليه. موفقين درسكن وبشوفكن بالفيديو القادم. تشاو.